مزيد تنضم لنا هاتفيا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. برحب بحضرتك دكتور منار. اهلا بيك استاذ محمد واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طمني مشاهدينا دكتور منار عن حاله الطقس في مصر الفتره دي. لا طبعا احنا نطمن كل الساده المشاهدين، احنا بدانا من اليوم تحسن واستقرار في الاحوال الجويه، ويمكن كمان من ساعات مساء امس بدات الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية الشديدة ومنخفض جوي خمسيني كان مؤثر علينا بشكل كبير، أتربة ورمال مصارة وارتفاع ملحوظ في الحرارة، لكن من مساء أمس واليوم بدأت مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا تكون مصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي اعتبارا من اليوم انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح 4 إلى 6 درجات على أغلب محافظات شمال البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار 34 درجة مئوية، فبالتالي هنلاقي اختلاف في درجات الحرارة من أمس واليوم، اليوم أقل حدة بكثير من أمس، كمان الأتربة ورمال المصارى زالت تماما من على أغلب المناطق اللي هو صافي بشكل كبير. لكن خلينا نقول ان احنا انخفاض درجات الحراره مش معناه ان الاجواء مش هتصبح حاره، لان احنا خلاص تدريجيا بنحس باقتراب فصل الصيف والاجواء الصيفيه، فبالتالي مع 34 درجه مئويه هنحس فتره النهار بالاجواء الحاره خاصه في القاهره الكبرى والوجه البحري، مائله للحراره على السواحل الشماليه، تبقى شديده الحراره في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد فترات النهار، فترات الليل الاجواء تكون معتدله تماما على اغلب محافظات الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا مع فترات المساء وساعات المغرب هيكون في نشاط نسبي للرياح، ده هيساعد بشكل كبير على احساسنا بالاجواء الربيعيه، الاجواء اللطيفه فترات الليل، الحمد لله ما فيش زي ما قلنا ما فيش اي اتربه ورمال مصاره، حتى كمان فرص الامطار اللي موجوده معانا اليوم هي فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا في بعض المناطق من جنوب سيناء، لكن مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، والاجواء المستقره اللي فيها تحسن دي هتكمل معانا ان شاء الله حتى يوم الاربعاء القادم. متوسط درجات حراره على القاهره الكبرى ما بين 33 الى 34 درجه مئويه. كمان الشبوره المائيه هتكون موجوده معانا من غدا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، وهتؤدي بانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن بصفه عامه ما فيش اي تاثير من الظواهر الجويه على اعمال الانشطه اليوميه. نخلي بالنا فقط من يعني تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره بقدر الامكان، لو احنا موجودين في الشارع يبقى معانا غطاء للراس شمسيه او كاب، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وان شاء الله الاجواء مستقره بشكل باذن الله. دكتور منار، هل طبيعي ما يحدث من بعض الظواهر الفتره دي؟ يعني الاسبوع اللي فات كان في بعض الامطار وحتى لحد النهارده الصبح. بالفعل هو طبيعي في الوقت ده من السنه، احنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس والتغير الكبير كمان في الاحوال الجويه، ارتفاع ملحوظ او انخفاض ملحوظ، سقوط امطار في مناطق عده من الجمهوريه، الاتربه والرمال المصاره، حسب طبعا التوزيعات الضغطيه اللي بتبقى موجوده معانا بيحصل تقلبات جويه. الربيع دايما معروف برياح الخمسين، فدايما معروف بالاتربه والرمال المصاره، وفصل الربيع هينتهي ان شاء الله 20 يونيو، فاحنا الى انتهاء فصل الربيع 20/6 وارد يحصل في تقلبات جويه، وارد يحصل اتربه ورمال مصاره، سقوط الامطار اللي ممكن موجود معانا في المناطق الساحليه او حتى كمان في جنوب البلاد، يعني احنا تدريجيا مع دخولنا في فصل الصيف بنلاقي امطار، احنا دايما عارفين ان الصيف ما فيهوش امطار، لكن الصيف بيبقى فيه امطار في المناطق الجنوبيه، سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب الصعيد، مع ارتفاع الحزام المداري في فصل الصيف بدات فرص الامطار تبقى موجوده في فصل الصيف في المناطق الجنوبيه، فمش معنى ان احنا في الفصول المختلفه معناها ان احنا مش هنشوف امطار او تقلبات جويه، كل فصل بيبقى ليه تقلبات جويه معروف بيها وبتبقى فيه اشهر سمات، اشهر سمات فصل الربيع هي الاتربه والرمال المصاره والمنخفضات الخمسينيه وكمان ارتفاع درجات الحراره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.